أهلا بكم مشاهدينا من جديد. التوقعات بشأن قمة هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تذهب في مختلف الاتجاهات. البعض يعتقدها قمة مؤسسة لنظام عالمي جديد، والبعض الآخر يعتقد أنها مجرد لحظة انفراج في العلاقات المتوترة بين القطبين. وبين المقاربتين المتطرفتين ثمة مروحة واسعة من التقديرات والتوقعات. وفي مستهل مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين عقب لقائهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وصف الرئيس الروسي القمة مع نظيره الأمريكي بالناجحة والمثمرة، وقال إنها انعقدت في أجواء بناءة وإيجابية، واعتبر أنها مثلت الخطوة الأولى في إزالة الأنقاض عن العلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، لكنها تحسنت بفضل هذه القمة. وأوضح بوتين بالطبع مشاكل كثيرة لا تزال قائمة، ولم نتمكن من إزالة جميع الأنقاض، وهذا كان مستحيلا، لكنني أعتقد أننا قمنا بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه، مؤكدا أن في قمة هلسنكي تحدثنا عن أهمية الضغط على إيران. مشاهدينا، للحديث أكثر عن القمة والملفات العالقة يسعدني أن أرحب بضيوفي. معي من واشنطن دكتورة مرح البقاعي، أكاديمية ورئيسة حزب الجمهوري السوري، ومن شبه جزيرة القرم الدكتور عمار قناة، أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفاسي تابول. ضيوفي الكرام ومشاهدينا ومن القاهرة عفوا، معي أيضا دكتور سعيد صادق أستاذ في العلوم السياسية. ضيوف الكرام ومشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. اسمحوا لي أن أستعرض وعيكم هذا التقرير ومن ثم نعود. مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفنلندية هلسنكي جمع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد اجتماع مغلق بين الجانبين عقبه اجتماع موسع. الرئيس الروسي أكد خلال المؤتمر بأنهم لم يتمكنوا من حل جميع القضايا الخلافية بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس مشترك بين رجال الأعمال الروس والأمريكيين. وأضاف بوتين بأنهم طالبوا بتطبيق اتفاقات مينسك بخصوص أوكرانيا، معربا عن قلقه بشأن خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد بوتين على ضرورة إعادة الوضع في الجولان وفق اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974 بعد القضاء على الإرهاب في جنوب سوريا على حد قوله. من جهة أخرى، أكد بوتين على ضرورة التواصل مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، نافيا أي دور روسي بالتدخل في الشؤون الداخلية لواشنطن. من جانبه، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر على ضرورة ممارسة الضغوط على إيران لوقف أنشطتها وتدخلاتها في المنطقة، موضحا أن القمة مع الرئيس بوتين ناقشت مسألة الانتشار النووي في العالم. وأضاف ترامب: تحدثنا عن الخلافات بين بلدينا وسنعمل على حلها، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل بين روسيا وأمريكا، لأنها تفتح طرقا جديدة للسلام والاستقرار في العالم. هذا وانطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الاثنين القمة الأمريكية الروسية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسط ضغوط داخلية على ترامب على خلفية اتهام 12 روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. نعم، بالعودة مشاهدينا، اسمحوا لي أن أذهب إلى واشنطن لأرحب بضيفتي من هناك دكتورة مرح البقاعي. دكتورة مرح، مساء الخير. دكتورة مرح، الكرام. دكتورة مرح، القمة انعقدت، برأيكم ما هي أهمية اللقاء بين الزعيمين الأمريكي والروسي؟ نعم، بداية انعقدت القمة طبعا، وكان لنا توقعات قبل انعقاد القمة، ومن يعني الجائز قوله أن التوقعات قاربت جدا ما حدث اليوم في القمة. القمة هي أقل بكثير من المرغوب فيه، ولا سيما في قضية السورية وملف الإيراني، وهي أقرب للتوقعات كما قلت لك أستاذ وعد، اللي كنا يعني نستشرفها قبل القمة. كان على رأس وفي مقدمة الاهتمامات هو موضوع إسرائيل
وتأمين حدودها. ونحن تحدثنا عن أن هناك أجواء لإيجاد buffer zone أو منطقة عازلة تعود إلى شروط وظروف عام 1974 والاتفاقات اللي كانت موجودة هناك، ودفع إيران وميليشياتها إلى الشمال. كانت توقعاتنا أكبر بكثير من الرئيس ترامب أن يضغط بقوة أكبر على إيجاد آليات معينة مع الرئيس بوتين حول كيفية إخراج إيران ليس فقط من الحدود مع إسرائيل بل من سوريا كلها، وكنا نتوقع هذا الطرح من الرئيس ترامب. لم نسمعه بهذه القوة، سمعنا منه أنه لا يريد لإيران أن تحصد نتائج نجاحهم في القضاء على تنظيم داعش الإرهاب. داعش، وهذا لا يعنينا كثيرا، طبعا يعنينا مكافحة الإرهاب بشكل أساسي، ولكن هذا الجانب بالذات وهذه الزاوية تقطعني أمريكا أكثر ما تعني السوريين. أنا أرى أن في هذه القمة هي تلميع لصورتين، صورة الرئيس بوتين بعد أن خرج من المونديال أمس وهو أثبت قدرته على التنظيم الأمني والإداري للكأس العالم، وهذا يضيف إلى يعني سيرته كرئيس جمهورية إضافة جيدة. وأيضا بالنسبة لترامب لأنه مقدم الآن على الانتخابات النصفية، وهو رشح نفسه أمس، يعني أعلن أنه سيرشح نفسه أمس في الوقت القريب لانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقال أن لا أحد سيستطيع هزيمته من الديمقراطيين إذا ما رشح نفسه، وهو يعتزم على ترشيح نفسه للرئاسة في 2020. فأنا أعتقد أن هذه القمة لتلميع الصورتين لم يدخلوا في المواضيع الحساسة والعميقة التي كنا نتوقعها، ولا سيما الملف الإيراني والملف السوري. تحدثوا فقط عن الحالة الإنسانية السورية، وهذا لا يكفي أبدا في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة جدا في الوضع السوري. طيب دكتورة مرح، يعني لماذا حضرتك أشرتي يعني بأنه ما كان في قوة في الطرح من قبل الرئيس دونالد ترامب؟ يعني لماذا، ما أسباب عدم ذهابه بشكل كبير أو بفرض بنبرة أقوى حول موضوع إخراج إيران من سوريا ككل؟ هناك عدة أسباب أستاذ وعد على ما أعتقد. السبب الأول أن الوجود القوي لروسيا بالعتاد والقوة والتواجد العسكري طبعا في سوريا يجعلها بطرف أنها تفرض ما تريد وترفض ما لا تريد. هذا شيء يعني مسلم فيه، ونحن نشاهد ماذا حدث في الجنوب السوري منذ أسبوع، ما يشبه النكسة الحقيقية في مسار الثورة السورية. كانت روسيا يعني تدير كل العمليات العسكرية وعملية المفاوضات وعملية الأخذ والرد والجذب والتقدم. طيب يعني ولكن دكتورة 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 مرح، نعم دكتورة مرح، لكن الكثير راحوا بالقول بأن لولا الولايات المتحدة ولو ما كان في اتفاق بشكل أو بآخر لما كان في هناك ضوء أخضر لقيام معركة الجنوب السوري. تماما هو أكثر من توافق، يعني أنا أسميتها صفعة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية لنا عندما أعلنت على غير العادة الأمريكية وعلى غير السياق الدبلوماسي الأمريكية، أعلنت في بيان رسمي أنها لن تقف مع المعارضة السورية، المعارضة التي درهبتها وسلحتها في قاعدة تنف في الجنوب السوري. يعني كانت صفعة قوية جدا لنا من الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح معينة ونحن نعرف ذلك. طيب. مصالح معينة في مناطق معينة، وستترك الأمر المتبقي لروسيا لأنها لا تريد أن تقدم أكثر في سوريا، تريد ضمان استراتيجيات معينة لها ويبدو أنها ضمنتها هنا. طيب دكتورة مرح، اسمح لي أن أذهب إلى القاهرة لأرحب بضيف من هناك دكتور سعيد صادق، أستاذ في العلوم السياسية. دكتور سعيد مساء الخير. مساء الورد. دكتور سعيد أهلا بك، يعني كيف قرأتم يعني المؤتمر الصحفي والقمة التي انعقدت بين الرئيسين؟ لازم نعرف أن هذه القمة كان مخطط لها بعد الانتخابات الأمريكية، لكن في 2016 وانتصار الرئيس ترامب فتح على نفسه حرب أهلية، الدولة الأمنية العميقة، الحزب الديمقراطي ابتدوا يشنوا حملة رهيبة
بحيث أنهم يريدوا إسقاط هذا الرئيس. فطبعاً كانت خططه أو أفكاره أنه يعمل نوع من السلام أو تهدئة العلاقات بين روسيا وأمريكا، تعثرت لمدة سنة ونص. لما ننظر في السنة ونص دي أو ننظر الحروب اللي بتأتي في هذه الفترة قبل ما يصل إلى هلسنكي فنلندا، شفنا المحقق الخاص مولر بيحاول يخرب هذه القمة، وكان في دعوات لإلغائها بأن لازم اعتقال ومساءات 12 روسي بينتموا للكي جي بي، وأن هم دول مسؤولين عن اختراق الانتخابات الأمريكية وحساب الحزب الديمقراطي وحساب المرشحة هيلاري كلينتون. هما طبعا ما تكلمش ان او قال ان في طرف امريكي كان مستفيد، لكن طبعا هو بيعملها بطريقه علاقات عامه وتحسين للصوره للعمليه اللي هو بيعملها. لكن كان المخطط في المستقبل ان هم ياتوا بالرئيس ترامب الى محاكمه وعزله من الحكم. فالرئيس ترامب لم يسال في هذه الدعوات التي ازدادت، وكان يبدو ان في حمله رهيبه على هذه القمه. فلما وصل هلسنكي وقابل الرئيس بوتين كان متوقع طبعا الحرب الاعلاميه هتشتعل. لما هنشوف مثلا تغطيه سي ان ان اتهموا بانها كانت قمه الخيانه والعماله، في دعوات لاعتقال الرئيس ترامب لما يرجع. حتى بعض أعضاء الكبار اللي في الحزب الجمهوري ابتدوا يقولوا كلام ضد هذه القمة. لكن هل طيب دكتور سعيد يعني هنا نعم دكتور سعيد يعني اسمح لي لمقاطعتك قليلا، يعني هنا برأيكم في ظل هذه الحملة الإعلامية، يعني ما هي الأوراق التي كانت في جعبة بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يعني هناك هذه الحملة الكبيرة دكتور سعيد؟ شوف، علشان كان يحصل اتفاقيات مهمة كان لازم يبقى معاه الأعوان بتوعه من الطرفين ويتم الاتفاق، لكن في تفاصيل ما كانش حد موجود فيها فما تقدرش تعرف ايه اللي هيتعمل. اللي عرفناه من الجرائد الإسرائيلية وحتى من التصريحات اللي طلعت في المؤتمر الصحفي ان هما الاثنين متفقين على أمن إسرائيل وحماية أمن إسرائيل. ترجمة ده ايه بتفاصيل؟ مفيش، ما عندناش، ما حدش طلع اي حاجه. طبعا في كلام ان ايران وحزب الله يبقوا بعاد عن الحدود مع اسرائيل في سوريا، لكن ما يتمش حذف ايران من المعادله السوريه، لكن هذا لا يوجد اي سجلات او ورق او وثائق. تم الاشاره في هذه الجزئيه عليها. الى اتفاقيه عام 1974 دكتور سعيد. بالضبط، دي اتفاقيه قديمه، لكن ماذا عن الوقت الحديث؟ هل الرئيس بوتين مستعد انه يضغط على ايران ويبعدها؟ هل صمته احيانا لما بيبقى في ضرب او هجمات من الجانب الاسرائيلي وسوريا كلها زي ما احنا عارفين تحت المظله الجويه الروسيه، لو روسيا مش عايزه هجوم يحصل على القوات الايرانيه تستطيع وقفها؟ في تفاهمات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في تنسيق، لو أراد لماذا يترك ضرب إيران في بعض الأماكن؟ لكن يبدو أنه أيضا مش عايز أن إيران تطلع لأنه محتاجها، تواجدها موجود جدا في سوريا، لأنها متوغلة في مؤسسات عديدة في سوريا، يعني الموضوع مش فقط عسكري، هي متوغلة في مؤسسات الدولة السورية، من الصعب أنك أنت تحذفها. اعتبر هذه القمة كسر ثلج وبداية إذابة جليد تحسين العلاقات. نعم بالضبط. خلي بالك أن الأكبر دولة ميزانيتها في التسليح هي الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الصين، تليها السعودية، روسيا رقم 4 في العالم. لما تضيف دول الناتو سواء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسائر هذه الدول يمكن 29 دولة، احنا بنتكلم على ترسانة سلاح غربية رهيبة جدا مقارنة بروسيا. اللي حاصل طبعا
ان في مؤسسات الامريكيه ومؤسسات اوروبيه في الناتو لهم مصالح عسكريه، ان هم يحيوا فكره العدو، الحرب البارده، ان روسيا هي العدو، روسيا هي التي تعتدي عليهم. ايوه في مخاوف في اوروبا الشرقيه، ويمكن دول البلقان زي لاتفيا واستونيا، رغم انهم كلهم اعضاء، اغلبهم اعضاء في الناتو دلوقتي، مفيش اي هجوم عليهم ولا اي حاجه، لكن هم بيلعبوا هذه اللعبه لانهم بيروا ان الرئيس ترامب مختلف، عايز يعمل يعني علاقات جيده مع روسيا. الاكثر يعني اكثر تويته او ترند موجوده في التويتر دلوقتي على هذا الموضوع اسمها تريزون سامت، قمه الخيانه. دكتور سعيد، في حملات رهيبه جدا. نعم. انا مش عارف الرئيس ترامب لما هيعود الى امريكا وضعه هيبقى ايه، حتى لو كان وصل للاتفاقيات هيواجه بكونجرس منقلب عليه، هيواجه مؤسسات بتتقلب عليه، فالوضع مش بالسهوله اللي ممكن نتخيل انه وصل لاتفاقيات. طيب دكتور سعيد، حقيقه كل ما تقوله قيم للغايه، ولكن اطلنا على ضيفي من شبه جزيره القرم دكتور عمار قناه. اسمح لي ان اذهب الى شبه جزيره القرم لارحب بضيفي من هناك دكتور عمار قناه. دكتور عمار مساء الخير. تحياتي استاذ وعد لك ولضيوفك الفاضل. بدك تعذرنا تاخرنا عليك شوي دكتور عمار. نعم. دكتور عمار، يعني اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد لقائه نظيره الروسي بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها، أما الآن وبعد 4 ساعات تغيرت العلاقة كليا، يعني كيف لنا أن نفهم هذا التصريح؟ سيد الكريم، يعني إذا تمحصنا يعني في هذا اللقاء والذي كان لقاء مرتقبا وسمي لقاء تاريخيا، يعني باعتقادي أنه قبل هذا اللقاء كانت هناك الكثير من المباحثات يعني والتفاهمات على أكثر من ملف يعني في العالم، والعلاقات الروسية الأمريكية يعني شاهدت خلال الفترة الأخيرة الكثير من يعني من المصاعب والتصعيدات الدبلوماسية، التصعيدات السياسية، التصعيدات الجيوسياسية، وفي الداخل الأمريكي يعني استخدمت يعني هذا يعني استخدم هذا الملف العلاقات الروسية الأمريكية كأداة ضغط على الرئيس ترامب، وحاول الخروج يعني منه أكثر من مرة، ولكن لغاية الآن يستخدم ورأينا تفعيله يعني قبل الولوج إلى هذا اللقاء. لقد قلنا قبل يعني فترة أن اللقاء هذا المرتقب وهذه القمة هي ستكون فقط يعني مادة إعلامية بداية، وتحديد الإطار العام لبداية التفاهم، بداية التفاهم السياسي الجزئي الاقتصادي والجيوسياسي. الاتفاقات يعني أو ما تم التفاهم عليه لم يصرح عنه تفصيليا، وهذا كان أيضا متوقعا، ولكنها يعني باعتقادي هذا اللقاء كان رسالة مهمة للعالم لجميع الأطراف الدولية. طيب هنا في هذه الجزئية دكتور عمار، برأيكم هل فعلا سنشهد ولادة نظام عالمي جديد الآن بعد يعني قمة وصفت بالتاريخية حقيقة جمعت بين الرئيسين الروسي والأمريكي؟ تتوعد لا، يعني لا أوافق معك يعني بهذا الطرح، لأنه الحديث عن العالم الجديد لا يتم يعني فقط بوجود الولايات المتحدة وروسيا، هناك يعني أقطاب كثيرة دولية وجيوسياسية فاعلة ولا بد يعني أن تكون في هذه المعادلة، ولكن يعني اليوم نرى أنها بداية خطوة إيجابية لتجنيب العالم يعني حالة التوتر في منظومة العلاقة الدولية. التفاهمات يعني رأينا جزءا منها قبل إعلانها حول مثلا إيران، حول الملف السوري، حول مثلا أوكرانيا، وتطرقوا بالأسئلة أيضا سؤال طرح على الرئيس بوتين حول يعني المقايضة أو الصفقة ممكن أن تحصل يعني مقابل الاعتراف بشبه جزيرة القرم، ويعني وقلناها من قبل شبه جزيرة القرم وانضمامها لروسيا
روسيا هي عملية شعبية، يعني تمت ضمن استفتاء شعبي، وأن هذه القضية يعني لا يساوم عليها، وشبه جزيرة القرم هي جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية. ولكن يعني بقي أيضا السؤال الذي يعني طرح خلال هذه المفاوضات، وهي يعني الأزمة الأوكرانية، الأزمة الأوكرانية والجمهوريات الغير معترف بها في منطقة الدنباس. ويعني الطرفين يعني أقروا على تفعيل اتفاقية مينسك وضمن إطار النورماندي، لكن يعني الكل يعلم أن تنفيذ هذه الاتفاقية هو من الصعب جدا على السلطة السياسية في كييف، يعني في أوكرانيا. ورأينا اليوم أن هناك ستتم يعني أيضا يعني بعض الضغوطات من قبل الطرف الأمريكي على يعني على السلطة في كييف، أو العودة إلى الطرف الأوروبي والذي استخدم يعني في هذه الأزمة الأوكرانية كأداة سياسية لتمرير المصالح السياسية الأمريكية. طيب ماذا عن الملف السوري دكتور عمار قناة؟ ماذا عن الملف السوري؟ يعني علما بأن الرئيس الأمريكي أكد بأنه تفاهم مع الرئيس الروسي حول موضوع زيادة الضغط على إيران وتموضعها في سوريا. بالنسبة لل يعني للوضع السوري اليوم، باعتقادي يعني أن الطرفان كان واضحان جدا، بحيث أن العملية العسكرية الجزئية والبدء بالعملية السياسية روسيا ماضية بها مع التوافق يعني الأمريكي، والخروج الجزئي كما صرح عنه ترامب اكثر من مره من سوريا. وحول يعني وضع ايران، يعني وضع ايران ليس فقط في سوريا ولكن في المنظومه الدوليه، يعني هي تعتبر حاله جدليه، وايران يعني تعتبر بالنسبه لروسيا يعني كحليف استراتيجي، ليس فقط يعني لنقل في على الجغرافيا السوريه، ولكن يعني في ملفات اخرى لها علاقه، مثلا في القفقاز لها علاقة، يعني في شرق دول شرق آسيا هناك يعني شراكة استراتيجية مع الصين. فلذلك ليس يعني بالسهولة اليوم الحديث عن يعني عن وضع إيران بهذه الطريقة، وروسيا تعتبر من أحد سفراء يعني الإيران في الملف النووي، وذلك بعد تعقيده من خروج الطرف الأمريكي. ولكن يعني باعتقادي أنه كما قلنا يعني بالسابق أن الخروج الإيراني يعني أنا أراه حتميا، وأرى أيضا خروج الطرف الأمريكي والطرف التركي أيضا من الجغرافيا السورية، ولكن هذه الأمور هي اليوم يعني بحاجة إلى وقت ما لنرى كيف سيتم التعامل مع الملف السياسي الداخلي، الملف السوري، وإلى ما يعني ستؤول إليه المعادلة الداخلية السورية. طيب دكتورة مرح، بالعودة إليك الآن وفي ظل ما تفضل به ضيفاي الكرام، يعني حقيقة هل اتضحت معالم اجتماع هلسنكي بين ترامب وبوتين فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ نعم، لفتني أن الرئيس ترامب قال عن الأزمة السورية والقضية السورية أنها قضية كومبلكس، يعني معقدة جدا. نعم. وهو يعرف أنها معقدة، فيها جوانب عديدة لم يتم طرحها في هذه القمة التي كان من المفترض أن تطرح هذه الجوانب كافة ويتم تغطيتها، لأن يعني الأسباب الأساسية للاجتماع إضافة إلى كل أسباب مهمة يعني الدولية المهمة جدا والأمور المعلقة بين البلدين، أحد الأسباب الرئيسية هو الموضوع السوري وما يتعلق به من خلال التواجد الإيراني، أي الملف الإيراني والموضوع الإيراني. للأسف تم المرور عليهم على هذا الموضوع الذي سماه الرئيس ترامب بالموضوع المعقد، الموضوع السوري، تم المرور عليه مرور الكرام، يعني لم يتحدثوا عن الترتيبات الأمنية في الشمال السوري وإدلب، التي يعني الآن كلنا يعني متوجسون مما سيحدث في إدلب وفي المستقبل إدلب. لم يتم التحدث عن الوضع في الجنوب، والآن ما يحدث في الجنوب الآن وأنا أتحدث معك، عملية تهجير قصري في الجنوب
لشمال إدلب إلى المجهول. يعني كل من يذهب إلى إدلب، أنا آسف أن أقول أنه يذهب إلى المجهول، تحدثوا فقط في حيثية معينة وهو أمن إسرائيل. نحن نعرف أن أمن إسرائيل مهم للطرفين، لكن لا ليس هو فقط الأهم بالنسبة لوقف يعني هالأزمة السورية ودخول في عملية سياسية وإنهاء معاهدات الشعب السوري، وبالتالي إنهاء وجود قوى نفسها أمريكا تريد خروجها من سوريا وهي إيران. لم يتطرق الرئيس ترامب إلى الأدوات والآليات التي سيتم التعامل بها وابتكارها من أجل حل هذه القضية المعقدة بكل وجوهها وبكل حيثياتها. لم يتحدث مثلا ماذا ما هو مستقبل النظام السوري وهو جزء أساسي من هذه العملية المعقدة. لم يتحدث عن الترتيبات في مستقبل يعني القواعد العسكرية الأمريكية حتى. طيب دكتورة مرح، يعني حقيقة سؤال بنفد على سؤال مثل ما بيقولوا بالعامية بسوريا، يعني لماذا لم يتم التطرق بشكل عملي أو أكثر تفصيلي للملف السوري؟ يعني ما هي الأسباب دكتورة مرح؟ يعني كما قلت لك أستاذ وعد، واضح أن رياض الطول الآن في سوريا وأمريكا تدرك ذلك تماما وبإرادتها، رياض الطول هي لروسيا. هلأ مشكلتنا مع روسيا أقل بكثير نحن كشعب سوري من مشكلتنا مع إيران. روسيا لها مطامع سياسية محددة في سوريا يمكن التعامل معها في المستقبل عن طريق المفاوضات، عن طريق الوساطات، عن طريق الحوار، عن طريق المصالح يمكن التعامل معها. مشكلتنا الأساسية هي مع النظام الإيراني المذهبي الطائفي المتغول والمتوغل في المجتمع السوري، والذي أصبح يعني متوغلا حتى في صفوف الجيش السوري وصفوف الأمن السوري النظامي طبعا. فهي المشكلة، أن يعني وهي مشكلة أمريكا أيضا. يعني مستغرب جدا أنه الرئيس ترامب لم يدخل إلى عمق هذه المشكلة، وهو الذي وضع على رأس أجندته موضوع خروج إيران من سوريا، إلا في حالة واحدة وهذا استثناء يعني وقراءة سياسية، أن الاتفاق أن إسرائيل هي التي ستخرج إيران من سوريا وليس أمريكا أو روسيا. يبدو أن هناك اتفاق ضمني بينهما أن دعوا إسرائيل تقوم بما تريد أن تقوم به من أجل ضرب إيران تماما في سوريا، ونحن سنكون موافقين صامتين على العالم. يعني تقصدين بأنه في اتفاق ضمني ووكل الأمر لإسرائيل لإخراج إيران من الجغرافيا السورية، وإذا ربطنا يعني الغارة قبل يوم من أو يومين من موعد انعقاد هذه القمة، هل تصب في هذا السياق دكتورة مرح؟ تماما أستاذ وعد، السؤال جيد جدا وفي مكانه. الغارة وما قبلها من غارات، لاحظ الصمت الروسي تماما على الغارات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سوريا، وليس فقط صمتا وتغاضيا أيضا يعني. وطبعا أمريكا تصمت أو تهلل أحيانا للضربات التي تتلقاها المواقع الإيرانية ومواقع تخزين السلاح ومواقع طيب. تواجد المستشارين والجنود أو الميليشيات الإيرانية في سوريا. فيبدو أن هذا هو الترتيب لنقل طيب. الترتيب صامت على الأمر. طيب دكتور سعيد، بالعودة إليك، هل توافق ما طرحته الدكتورة مرح حول ما يتعلق بجزئية ما يتعلق بالتفاهم بشكل أو بآخر وتوكيل المهمة لإسرائيل بإخراج إيران من الجغرافيا السورية؟ شوف، إيران يتم إخراجها من الحدود لكن مش من كل سوريا. من الصعب الحدود مع إسرائيل، نعم ممكن تلاقي فيه تفاهمات أمريكية روسية إسرائيلية على هذا، وأعتقد أن إيران مش هتعاند جامد لأن ما عندهاش القوة أنها ترد على إسرائيل، ومش هتعمل مشاكل في هذا الحدود. التواجد الإيراني في سوريا مش عشان تحرير الجولان ولا تحرير فلسطين، هو كان لهدف محدد، هو موضوع إنقاذ نظام الأسد
ابتدت الموضوع يعني يحبوا يعملوا فرقعات علشان الاستهلاك المحلي في المنطقة العربية وداخل إيران، لكن مش لدرجة انهم هيحاربوا، لان ما عندهمش غطاء جوي غير الغطاء الروسي، واذا روسيا ما دفعتش عنهم ما هيبقوا هدف سهل جدا، زي ما شفنا لما اتضرب التي 4 وقواعدهم ما كانش عندهم غطاء جوي، لان لا النظام بيدافع عنهم ولا الطيران الروسي. فموضوع سوريا والتواجد الايراني ممكن يتحل، وممكن نصل يمكن يوصلوا لتفاهمات حتى، واعتقد ان ما فيش مشكله في هذا الموضوع. والتواجد الامريكي صغير اصلا وما كانش ليه شرعيه، يعني التواجد الروسي والايراني ليه شرعيه لان النظام هو اللي استدعاه، انما التواجد الامريكي اللي هو 2200 جندي ما هوش ليه شرعيه ولا غطاء شرعي، وممكن ده يتم تبادله مقابل ان روسيا وتضمن ان اسرائيل مش هتتعرض لهجمات، وده اللي كان واضح في المؤتمر الصحفي النهارده. بوتين وترامب اتفقوا على امن اسرائيل. الاعلام الاسرائيلي انا لسه كنت بتفرج عليه كله اغلبه بياكد هذا الموضوع، ان الاثنين اتفقوا على امن اسرائيل، ده اهم حاجه اتفقوا عليها، امن اسرائيل في سوريا بدون التفاصيل طبعا اللي احنا فاهمينها، ان ايه اللي بيهدد اسرائيل، امن اسرائيل ليس النظام الجيش السوري العربي جيش الاسد، لا، اللي بيهدده ايران وحزب الله وبعض التنظيمات الاخرى، ده اللي ممكن اذا تم ضمان هذا، اذا هذا هو الحل. بقيه سوريا هي في يعني اتفاق ان نظام الاسد يبقى، ان هذه الان اصبحت تحت الهيمنه الروسيه، وخلاص الموضوع ادي الملف السوري انتهى بهذا الموضوع. ايه الصفقات الثانيه؟ احنا ما نعرفش ايه اللي تم في هذه اللقاءات الخاصه اللي استمرت ساعتين بينه وبين ترامب. هل فتح موضوع صفقه القرن؟ هل اتفق على موضوع قايميه حتى مالها هتعمل فيها ايه؟ يعني قايميه ورقه منتهيه زي الورقه السوريه في ايد روسيا، روسيا مش هتطلع منها، وترامب معترف بهذا، الحكومة الأمريكية مش عايزة كده ومش معترفة بكده، وده هنا مشكلة الضعف اللي موجود والحرب الأهلية اللي موجودة داخل أمريكا بين ترامب وآرائه الخاصة وأفكاره والطريقة اللي بيتعامل بيها وبقية المؤسسات. حتى النهاردة لما سألوا وزير الخارجية إيه رأيه على اللي قال الرئيس ترامب في موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية أو المواضيع الأخرى، ما علقش، يعني هو برضك بيمشي على موقف رئيسه، رغم ان هو لما تم انتخابه او الموافقه عليه في مجلس الشيوخ كان بيدي مواقف متشدده جدا تجاه روسيا وبيصنفها انها عدوه. رئيس ترامب ما بيصنفهاش انها عدوه، وزي ما قلت من البدايه في ناس عايزه الحرب البارده تعود وبيستفيدوا من هذا. رئيس ترامب ضد كده، وده انت تقصد هنا سبب المشكله. نعم دكتور سعيد، يعني انت تشير هنا الى الاتحاد الاوروبي الذي اعلن عن تشاؤمه وقلقه من هذه القمه، والنيتو، ودلوقتي حتى بعض قيادات الحزب الجمهوري بتاخد موقف، وهنا الخطوره على الرئيس ترامب، لانه هو كان بقاله سنه ونص بيواجه مشاكل، وتاخرت هذه القمه بسبب المشاكل اللي معموله، ومنها القضيه علاقته مع روسيا واتهامه انه عميل لروسيا والانتخابات. خلي بالك لعبه الانتخابات الامريكيه، وان هم عملوا هاكينج للانتخابات، هتكون بدايه لان هم يعملوا امبيتشمنت للرئيس، او انهم يصلوا في النهايه للرئيس. هم بيلعبوا دلوقتي، بيعملوا ان احنا ما بنتكلمش ان في ان حمله ترامب كانت داخله في الموضوع، لكن هي دي البدايه، هم هيبتدوا يحاولوا يسحبوه لحد ما يمسكوا في لحظه معينه، وهتلاقي ازمه رهيبه داخل امريكا. بوتين عارف ان امريكا الان ضعيفه، هو مش عايز يعمل مشاكل لترامب، لانه شايف ترامب بيساعده جدا وهو مهم جدا. طيب. والفكره بتاعته كويسه انه بيتصالح معاهم، لكن المؤسسات الأمريكية والمؤسسات في أوروبا والنيتو ليها رأي تاني، وممكن تعمل له مشاكل، وكتير جدا من الاتفاقات اللي وصلها قد لا تطبق. لو قرر مثلا أنه يرفع العقوبات على روسيا، الكونجرس هيوقفها. لو طلب يعمل أي شيء، مؤسسات الدولة العميقة هتوقفها له،
طيب إذا ما هي صلاحيات الوضع في أمريكا؟ طيب يعني دكتور سعيد حضرتك أثرت كثير من التساؤلات حقيقة. طيب لماذا بالأساس تمت هذه القمة في حال أن هناك سيكون فيتو إن صحت التسمية من قبل الإدارة الأمريكية على كل ما يتم الاتفاق مع روسيا؟ هو بيعتقد أنه ولن هو ليه شعبية، يعني تم انتخابه وهو عمل وعود معينة وقت الانتخابات، هو يعتقد أنه دي الوسيلة اللي يقدر بيضرب بيها الدولة العميقة. يعني كتير جدا من الأزمات اللي بتحصل هو أيضا بيرد عليهم وعايز يوقف هذه التحقيقات، عايز الآن في هجمات مضادة أن ليه ما إذا كان حصل تجسس كان الرئيس في هذه الفترة ليس رئيس ترامب، كان رئيس أوباما. طيب لماذا سكت على دكتور سعيد حقيقة الأحداث؟ هو بيحاول يبني على نعم الطرف الآخر. يعني كل ما تتفضل به أنت وباقي الضيوف قيم للغاية، ولكن اسمح لي أن أعود إلى دكتور عمار قناة. دكتور عمار، يعني حقيقة هناك تشاؤم كبير أوروبي من هذه القمة يعني التي كانت بين ترامب وبوتين، برأيكم ما هي أسباب هذا التشاؤم وهذا التخوف الكبير من هذه القمة؟ التخوف يعني واضح جدا ويمكن يعني فهم التخوف الأوروبي. اليوم المنظومة الأوروبية يعني تعاني من أزمات سياسية داخلية، أزمات أيضا اقتصادية مع خروج يعني خروج بريطانيا، يعني في فترة من فترات استخدمت يعني بعض الأطراف الأوروبية كأدوات للضغط على روسيا، وشاهدنا يعني آخرها هي المحاولة البريطانية، ويعني خرجت منها روسيا يعني بشكل اعتيادي، ولكن العلاقات أو المبررات البريطانية يعني كانت واهية وما استفادوا إلا يعني من فقط عملية إعلامية والتشويه وشيطنة روسيا. أوروبا اليوم يعني بين المطرقة والسندان، يعني هم حلفاء استراتيجيون للولايات المتحدة، ولكن الأطراف القوية اقتصاديا مصالحها الاقتصادية هي أقرب لروسيا من الولايات المتحدة. ولكن يعني لا ننسى أن القرار الأوروبي، القرار السياسي الأوروبي هو لا يتخذ يعني في برلين، وإنما يتخذ يعني جزئيا في واشنطن. فلذلك التخوف اليوم أنه إذا تم التوافق ما بين يعني الطرفين الروسي والأمريكي، فإذا ستتضعضع يعني المنظومة الأوروبية، ويعني لن يعلموا أين سيتجهون في المرحلة القادمة. ورأينا أن هناك يعني تصعيدا من قبل الولايات المتحدة، تصعيدا اقتصاديا مع الطرف الأوروبي. واليوم السؤال يعني الأكبر باعتقادي في المعادلات القادمة وهو يعني الحلف الناتو. لقد طالب الرئيس ترامب في يعني خلال مؤتمر الناتو يعني بزيادة الإنفاق من قبل الدول الأوروبية، مع العلم أن هناك دول انضمت لحلف الناتو ولغاية الآن لم تدفع حتى يعني المتطلبات التي عليها. فلذلك يعني مسألة الأمن القومي اليوم الأوروبي باعتقادي يعني أنها أيضا يعني تحت أسئلة كثيرة. الولايات المتحدة تريد يعني مقابل هذه الحماية، روسيا عندها الاستعداد أن تقدم هذه الحماية، ولكن التخوف الأوروبي يعني باعتقادي وكأنه يعني أداة استخدمتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لتخويف جزء من أوروبا من روسيا. ولكن يعني اليوم أوروبا باعتقادي أنها في وضع يعني لا تحسد عليه، ناهيك طبعا عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في أكثر من دولة أوروبية، علما بأن الانتخابات السابقة يعني لم يرى لها مثيلا من صعود اليمين المتطرف. فهذه مسألة أيضا يعني تعتبر خطرا على المنظومة الأوروبية وعلى منظومة القيم الأوروبية أيضا في نفس الوقت. فلذلك التخوف يعني أراه اليوم منطقيا من قبل يعني الأوروبيين، ولكنها أيضا يعني جملة من الأخطاء التي ارتكبوها باعتقادي أيضا في حق روسيا، والتمادي يعني مع الخط الأمريكي، ولم تكن هناك قراءات واقعية
واقعية حول يعني الانعكاسات أو ارتدادات العمليات السياسية التي كانت تتم منذ بداية الربيع العربي. يعني فلننظر إلى المعادلة السورية أو كبداياتها أو بداية يعني الربيع العربي، الكل راهن على عمليات معينة أو على إنجازات يعني إيجابية بالنسبة لهم، ولكن الواقع السياسي أثبت غير ذلك بكثير. واليوم يعني نرى مثالا واضحا، وهو يعني الأزمة السورية وما نتج عنها من حرب أهلية. وكل القراءات يعني الأوروبية وحتى الأمريكية كانت مخطوئة منذ البداية، ولكن التعنت يعني من قبل هذه الدول ومن قبل أيضا الدول أو الأطراف الإقليمية هو ما أدى يعني بهذه الأزمة إلى التفاقم. فاليوم يعني هناك باعتقادي قراءات أخرى من الطرف الأمريكي، وأرى أن هناك أيضا يعني توجه منطقي، بحيث أن العالم اليوم هو ليس أحادي القطبية، وأن هناك يعني من في إدارة حتى الرئيس ترامب يعني يقرأ أنه يجب علينا اليوم التوجه كطرف شراكي يعني مع في المعادلة التعددية. ويبدو ذلك واضحا وجليا. يعني حقيقة الكثير من المراقبين أشادوا بأن هناك مرونة، حتى يعني الفكرة بأنه من أشار أيضا بأن ترامب يبدو مستعدا حتى لتقديم تنازلات لروسيا في هذا الصدد. دكتور عمار قناة، طبعا يعني ولماذا عندما نقول يعني تقديم التنازلات؟ انا لا اعتبرها تنازلات، لكن اعتبرها انها يعني مساله براغماتيه يعني بحته. اليوم المنظومه يعني المنظومه الدوليه هي من تفرض يعني مستوى وشكل العلاقات المستقبليه. العيش يعني كقطب احادي اليوم هذه مساله غير منطقيه اولا، وثانيا يعني عليها تبعات سياسيه، تبعات اقتصاديه، تبعات جيوسياسيه. وقد نوه الرئيس بوتين اكثر من مره انه يعني يجب ان يعي الطرف الامريكي ان حتى ادوات الضغط ومنها العقوبات الاقتصادية هي لا تعتبر بالأدوات السليمة الآن. ولو سمحت في عجالة يعني فضل. كانت اليوم حركة اعتبرت يعني كحركة دعابية من قبل الرئيس بوتين عندما أهدى الكرة للرئيس ترامب، لكن المعنى يعني كان أكبر من ذلك بكثير، أن الآن الكرة عند الطرف الأمريكي. فلذلك اليوم يعني الرسالة قد وصلت بالكامل، واليوم يعني في انتظار التحرك الإيجابي، التحرك في المصلحة القومية الأمريكية. طيب. أو يعني التعنت على المواقف السابقة. طيب دكتورة مرح، بالعودة إليك، يعني حقيقة ما أشار إليه ضيفاي الكرام والكثير من المراقبين للشأن الأمريكي والروسي، سموا أو أطلقوا تسمية على هذه القمة بأنها قمة هلسنكي فوز جيوسياسي لبوتين وحقل ألغام لترامب. نعم، يعني أعتقد قليل المبالغة في هذه التسمية. نعم تفضل. الحوار كان مطلوبا بين الشرق والغرب بعد انتهاء الحرب الباردة، ولا عودة للحرب الباردة. هناك طرف واحد يريد أن يعود إلى الحرب الباردة بطريقته، وهو روسيا، لأن لها مطامع أن تصل إلى المياه الدافئة في الساحل البحر المتوسط، وهي وصلت إليها، هي موجودة بقواعدها وقوتها الآن على الساحل السوري، وهي استأجرت المنطقة لمدة 49 عاما. فحتى بمنطق روسيا العودة إلى الحرب الباردة من أجل الوصول إلى المياه الدافئة انتهت بشكل أو بآخر، لأنها وصلت إلى مآربها. فأعتقد الآن أن هناك مرحلة جديدة ومتغيرة جدا تمر على العالم بعد هذا اللقاء. هذا اللقاء فعلا تاريخي، وما يحاك للرئيس ترامب وما يقال عن أنه خان في هذه القمة ويعني تنازل، أنا أعتقد أنه تراجع، لم يتنازل، تراجع عن مواضيع معينة بسبب الوجود الروسي القوي في مناطق معينة في العالم، ولا سيما سوريا، وهي جزء كبير من الحوار الذي دار بينهما. وبنفس الوقت لم يستعمل الحدة في الطرح كعادته، ترامب عادة حاد في الطرح. وأنا أعود وأقول أن اعتقادي أن
يعني أهم شيء بالنسبة يشغل أمريكا الآن بصراحة هو أمن إسرائيل. وأنا كتبت أمس منشور على البوست على الفيسبوك ولاقى انتشارا كبيرا لأني صارحت فيه الشعب السوري بما يمكن أن يدور في هذه القمة. ويبدو أن يعني المنشور كان يعني أنا استغربت من درجة الدقة فيه لأنه كانت مجرد قراءات سياسية مني. بالبند الأول وضعت موضوع إسرائيل وإقامة المنطقة العازلة الذي هو أولوية في القمة سيكون، وهذا ما كان. فأعتقد أن ما أنجزه ترامب هو يعني جزء لا بأس به من ما يريده في من هذه القمة. طيب طيب دكتورة مرحبا، هو الذي كان يدير هذه القمة، هذه المشكلة. يعني عادة الأمريكي هو يدير، هذه المرة الإدارة كانت لترامب لأنه بوضع تقصدين لبوتين؟ عفوا لبوتين. نعم عفواً. طيب ولا يهمك دكتورة مرح، سؤال أخير لحضرتك، يعني برأيكم حول مناطق رسم النفوذ هل تطرق الرئيسان إلى هذه الجزئية أم لم يتطرقوا أيضا إلى هذه الفكرة دكتورة مرح؟ بصراحة شديدة النفوذ مرسوم وانتهى الأمر، مرسوم من وقت قيام أستانا، مؤتمرات أستانا لرسم النفوذ في على سوريا من خلال نفوذ الفصائل سابقا، هلا لم يوجد هناك فصائل. طيب ماذا عن إدلب التي أشرت حضرتك أنه حيكون في عملية عسكرية مرتقبة هناك؟ المعروف بأن إدلب والفصائل المتواجدة فيها هي ولاءها مطلق لتركيا وعن الشمال المحتل من قبل الأتراك، كيف سيكون سيناريو؟ أنا لم أقل للدقة أستاذ وعد، وأنت دقيق جدا يعني نعم. نعرف الدقة عندك، لم أقل أن هناك عملية سياسية مرتقبة، قلت نتخوف من مستقبل إدلب. يبدو أيضا أن ضمن التفاهمات الدولية يعني روسيا صرحت بأنه ستكون هناك عملية عسكرية دكتورة مرح، يعني تصريح شيء نعم، وما سيقومون به شيء آخر. تفضل. هلأ أنا أعتقد أن هناك نقطة معينة وصل فيها الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأمريكا إلى توافق حول مستقبل إدلب يدرأ الدماء هناك. لنرتقب، يبدو أن تركيا هي من سيقوم بإدارة هذا الاتفاق. نترقب ونتمنى أن تكون تركيا على درجة من الوعي السياسي أن تحاول إدارة الوضع في إدلب دون إراقة الدماء السورية. مشاهدينا نصل وإياكم الضيوف بهذا إلى نهاية حلقتنا اليوم من الطاولة المستديرة، وليس عنها لأن أشكر ضيوفي. كان معي من واشنطن دكتورة مرح البقاعي أكاديمية ورئيسة حزب الجمهوري السوري ومن شبه جزيرة القرم، دكتور عمار قناة أستاذ في العلوم السياسية في جامعة سيفا ستابول، ومن القاهرة دكتور سعيد صادق أستاذ في العلوم السياسية. شكرا لكم ضيوفي على كل ما تفضلتم به من إضاءات أنرتم الحلقة بها، ومشاهدينا شكر موصول لكم على طيب وحسن وكرم، دمتم بخير وإلى اللقاء.